الحين وصفتنا راح تكون البقسم. بصراحة البقسم وايد حلو حق الريوق اللي هو الفطور، أو إذا حابين نتعشى في عشاء خفيف مع كوب الحليب، بصراحة مناسب وايد وايد حلو، إن شاء الله بيعجبكم. راح نسوي أول شيء عجينة البقسم. عندنا مقاديرها 3 بيضات وكوب سكر وقفشتين صغار هيل بودر وكوب زيت وقفشة كبيرة بيكنج باودر، وعندنا 3 أكواب من الطحين. راح أحط الحين البيض والسكر مع بعض والهيل. دائما الأشياء اللي تدش بوصفتي تكون بدرجة حرارة الغرفة أو المطبخ. أنزل عليه كوب السكر، وعندنا هني قفشتين صغار من الهيل المطحون. عندنا القفشة الصغيرة اللي هي 5 ملي، راح ناخذ منها قفشتين صغار من الهيل. ونخفق تقريبا 5 دقائق. الحين عندنا الطحين، بنجيب الطحين ونعاير لنا 3 أكواب ونحطه مع قفشة كبيرة من البيكنج باودر. طبعا ما ننسى الفرن من قبل لا اشتغل، انا فتحته على 180 درجة، ما يصير يعني عقب ما اخلص شغلي افتحه، لازم من اول شيء. راح احط 3 أكواب، لازم كذي تكون، هذا كوب بخليه هني، بس اخلط اول كوب لان للحين سائل، بعدين الباقي راح اخلطه بالقفشه او بيدي. بس كذي يعتبر كافي. الحين نبدي نخلط بالقفشه، ناخذ دائما ناخذ الجوانب ونخلطها. عندنا الكوب الثاني، وراح احط قفشه كبيره من البيكنج باودر. اذا حسيتوا انها ثقيله وايد تقدرون تخلطونها بيدكم. احنا الحين بس حطينا كوبين، باقي لنا الكوب الثالث ما حطيناه، بس عشان اضمن ان الطحين اختلط عدل. عندنا الكوب الثالث، هذا الثالث، شايفين تعتبر العجينة شبه سائلة، يعني ما راح تصير متماسكة وايد ولا راح تصير نفس خليط الكيك كذي. ونجيب لنا قفشة صغيرة. حجم الإصبع كيفكم أنتوا حابينه، إذا طوال أو قصار، أنا بسوي قصار أحلى بالشكل. راح آخذ كذي قفشة صغيرة وراح أحطه، لأن ما أقدر أدحرجه أو أسوي إصبع لأنه راح يلزق معاي وأنزله بالسمسم. أسوي كذي كذا واحدة، اخذ شيء اغطيه عشان اقدر امسكها بيدي واكور. اسوي اصبع طويل، احاول ان اخليه طويل لانه بس بالفرن بعدين راح يعرض. اوكي كذي صار جاهز عندنا، ندخله الفرن تقريبا ياخذ ربع ساعة.
مثل ما انتم شايفين صارت ذهبيه دور مدارها، يعني ما راح تزيد عن كذي. والحين راح تكون شويه طريه، فاحنا اذا بناكلها نخليها تبرد تماما عشان ناكلها. حتى لونها مني ذهبي حلو، تعتبر الحين خالصه. بس نحطها بالصحن، ناخذ هذه. هذا عندنا البقسم خلص، إن شاء الله يعجبكم.